وكي تموت وبلا تقول بعيد الشر، كي تموت خاش انت ستموت، ان لم تموت اليوم تموت غدا، كي تموت نديوك حنا المقبره ومن بعد حنا يديونا وهكذا دواليك، كي نديوك حنا نحطوك نردموا عليك التراب ونوليو، ثم قامت قيامتك انت بمفردك. خمم، خلي العاطفه، ارمي الدنيا ورا دارك وخمم في هذه الحقيقه التي لا مناص منها، حطيناك ردمناك في التراب، وهذيك الليله ما كان لا مطلع لا مخده لا كليماتيزور لا كوفرتور لا كوات، ما كان والو، كاين التراب، وحنا نروحو ونخلوك المخير، المخير يوقف عند راسك كما جرت السنه ويقول الله اخونا الان يسال، اللهم ثبته. هذا اذا لقيت هذا النوع، لان احنا كي نروحوا الجنازه نروحوا المقبره، احنا نجوا نصلوا الجنازه، ناس يتقدموا ناس يتوخروا، اللي صليو 200 واللي ما صلاوش 400، وحنا في المقبره. وتعرفوا باللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه، قال لهم زوروا القبور. علاه؟ شنو نروحوا نديروا في المقبره؟ الشعوذه، السحر، نكهنوا نقزنوا كما هو الحال، روحوا للمقابر. قال زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. روح شوف الدار التي ستأوي اليها وتذهب اليها، وكي نحطوك كي نحطوك ثم احنا نوليو، اولادك يوليو، اموالك يوليو، احبابك يوليو، الناس الكل تولي. تركناك بمفردك بين يدي الله، بصح كاين حاجه تبقى معك تما، يبقى معك قرانك وصلاتك وزكاتك واعمالك وطاعاتك وبرك واحسانك الذي سيشفع لك بعد حين في هذاك القبر، بعد حين، بعد حين سيشفع لك عملك الصالح. شيخ واحد لقيت في قبره، يجيه واحد النور يسطع في وجهه، واللي يكون في قبره يكون خايف، يقفلوا هكذا شخص كله نور، وهذاك اللي راه خايف يقول له ابشر. المقبور هذاك الميت يقول له من انت بشرك الله بالخير؟ بك واحد كيكون مهموم ويكون في زنزاله وفي سيلونه هذا في الدنيا، ويجي واحد يقول له سي بون شويه هكذا تخرج قلبي ولي قد هاك، لانه بشره بالفرج. العبد المؤمن هو وفي قبره، لتحت لتحت تحت، وواحد ما يسمع بحاله بينه وبين ربي يقول له ابشر، يقول له من انت بشرك الله بالخير؟ في هذه الساعه، في هذه اللحظه، في هذا البيت المظلم الموحش، يقول له انا عملك الصالح. قال له يجوا الملائكه، يجوا من عند راسه، يحبوا يدخلوا لعذابه، يقول لهم طارق ما كاش انا قرانه، يجوا منا ما كاش انا صلاته، يجوا منا انا زكاته، من تحت انا صيامه، انا حجه، انا بره، انا احسانه، يلفوا يلفوا ما يقدروش يدخلوا ليه، محصن لا يستطيعون الوصول اليه. بماذا؟ بطاعه الله سبحانه وتعالى.